طيب، أنهت تركيا الخطط الرئيسية لنظام الدفاع الجوي القبة الفولاذية، وهو مشروع مصمم لتعزيز أمن المجال الجوي للبلاد بقدرات دفاعية متقدمة ومتعددة الطبقات. هذا القرار أتى خلال اجتماع الرئيس أردوغان باللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية. إذن تقدم كبير للدولة التركية فيما يتعلق بتصنيع السلاح وفيما يتعلق بالصناعات الدفاعية. كيف ترى هذه النقلة التي تمت في عهد رئيس أردوغان؟ هذه حقيقة لمن يعرف تركيا قبل أردوغان وبعد أردوغان، ونحن لسنا مع أشخاص حتى نمدحهم لدينا مصلحة أو نذمهم، لأن ليس لدينا مصلحة، وإنما نتكلم عن حق، نتكلم عن مسألة حاصلة. نعم، لأنه فرق ما كانت عليه تركيا قبل ذلك مع أنها قوية، وما حصل فيما بعد. والشعب التركي هو يعرف، الشعب التركي يعرف هذا، كيف كانت مسألة الصحة، كيف كانت مسألة التصنيع للسيارات، للباخرات، للطائرات، كيف أصبحت معناها مدينة طبية، مدينة تعليمية، مش مجرد مراكز، مدن. كيف صارت البلاد بعد أن كانت مدانة ومديونة، كيف أصبحت لا ديون عليها، مع أن كل من يكرهها بقطع النظر عن من هو وعن اتجاهه يحاول دائما إجهاض هذه النقل النوعية. لكن مع ذلك إذا ما نظرنا إلى ما كانت عليه بالسابق واللاحق نجد البون شاسع والفارق كبير. لذلك وأنا شخصيا لست تابع لحزب ولا لجماعة ولا لأي اتجاه، وإنما زرت تركيا قبل أردوغان أكثر من مرة، وزرتها بعد ما تحصل أردوغان وجماعتهم. بون شاسع كبير جدا جدا من النظافة، من يعني هذه حقيقة. بقطع النظر نحن كما قلنا لا نتدخل في سياسة أي دولة سواء كانت ارتفعت أو انخفضت مد جزر، هذا مش موضوعنا، إنما نتكلم عن واقع ملموس لا يستطيع أن ينكره إلا مكابر حقيقة. مثل ما نقول رواندا كيف كانت قبل ذلك وكيف أصبحت بعد أن انفك الحصار بينها وبين فرنسا، يعني تبدلت يعني تبديل كبير جدا جدا وارتقت بسكانها. نفس نحن نتكلم على النقلة النوعية حقيقة التي لم تحصل بأي بلد مهما حصلت التغييرات أو الثورات وما إلى ذلك. هذه حقيقة يعني.